كما كل ويكاند في اخر ويكاند من 2021 يا رب ان شاء الله 2022 يكون مبروك علينا الكل مبروك على ليكيب. نقول صباح الخير بشكون نبدا بك امنه بن جمعه ولا صباح صباح الخير صباح الجو وصباح العام اللي بشوفها وصباح الحب والمحبه والحاجات الباهيه الكل ان شاء الله يا ربي محلي كون فلوغ تحسها مودغيون حضره بالحفله خاطر هي اخر ايميسيون نورمالمون قبل ما يوفى العام صحيح دونك هذه ايميسيون تاع الاحتفال نتاعنا وعلى خاطر احنا ديما عندنا فطور عائلي نتاع اخر العام كيف دونك نبدلو فيه لا مش احنا انا وعائلتي انا وعائلتي فيك احنا نهار سبت بعديك دونك في الفطور نعملوا شويه جو هكا انا وانت هكا حبيت نعمل جو نتاع احتفالي كل عام وانت حي لبست بنتي فولور ولبست انا و اي صحه اليوم باش تحكي لنا على كيفاش نجمو نعملوا جو في الدار كاسيه مع الصغار معناها جو عائلي من غير برشا تكسير راس من غير مجهود كيفاش افكار نتاع حاجات راهي سامبل ياسر كيفاش تعمل جو في الدار فوالا دونك هذا هو السوجي نتاعنا بعد شويه مع ابنه بن جمعه صالح المليح بونجور 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 شحويلك يا صالح صالح نهار قبل بكري لطف عليك يا صالح الوغ سافا وي هاني اون بلان تورناج بالحكي العاده اللي وجينا كومين والله نويل بابا نويل هو باللحيه نتاعك كتنجم انا مود نويل وانت مود ريفيون احتفالات اي دونك فوالا جاونا احتفالات والله كيما كل عام نحن شفت ديما سا كوانسيدي اللي نفاو افيك اون ايميسيون سي فغي ديما كل لا في هكا قبل بشويه ديما هكا قبل ريفيون نبداو عنا سي بيان سي بيان سي بيان باسكو فهمت الجبل نتاعك توا هي ايميسيون مره في الجمعه دونك بالطبيعه لا فهمت واش يحب يقول ديما تجي لا في قبل بنهارين تصايب السكين نتاعك ولا علينا ترقع انا تلعب حتى حليله تصايب دي فاروق قاتوس راهو يا شيف دالي وينك شيف دالي اعتزل شف دالي ما عادش يحب يسمع فيكم سيد تعب خدت روح وطلعت مفجوع توا باش زعما باش يجي الدوفير غير باش مع حاجه انا نقول باش يجي الدوفير تالمون غاطس كان يجي تكون ديجا انجاز انجاز دونك صالح بعد شويه السوجي نتاعك هاو جاي في الطريق هاو يمشي هاو يمشي هاو جاي نقولوا ولا لا لا سوجي سوجي سوبريز كي العاده صالح ديما يبهرنا بسوجي سوجي صالح ديما سوبريز سوجي بتاعي يحب يخلينا هكا اللي حتى هو باش يكون سوربري ديما يحب يخلينا متشوقين ورا عنده استراتيجي نتاعو صالح في الجو تاع القهوه مانيفيك مانيفيك بيان سور تدخلوا على الباج نتاعنا اي اف ام تي في باش تتفرجوا في ليزارتيكل اللي جابتهم امنا باش نحكيو في موضوع اخر زاد مهم بصباح الخير دكتور برمضان صباح الخير شنحويلك الحمد لله ميرسي على الاستضافه انا نوتر ريفيون لي حتى انت باش ترجعنا للحقيقه المره والله مش نوتر يا سمريو لك لما فيه لما فيه هكا لي حاضره محليك دكتور دونك اليوم باش نحكيو معاك في سوجي مهم هو دور المعده في الريحه الخايبه نتاع الفم دونك لا موفيز الين اليوم باش نحكيو عليها وي فوالا دونك لا علاقه تحسني جو تسكيلي تحسني اي كنا في الضفه الاخرى نتاع هوني نتاع لي شوز ان سيريوز فوالا اذا الوقع كان عندك مشكل هكا باش يستعاوك العشاء تلقى حل اي لا مشكله سي امبورطون تو تشوفو كي نحكيو سي تري امبورطون ديما لي سوجي نتاعنا معاك دكتوره مهمين يعني ان شاء الله بيان سور باش نستفادو سيغتانمون عندنا كادو بعد شويه ان شاء الله احنا كادو حقيقي تمشي المنزا 5 بحذايا تمشي جيف دو بروج وترجع في ساعة نمشي تاو ونجي اي اي عندك اربع ساعة كيف انتي رختي ما نعرفش تعرف فرقة حاجة هاك لبس بالاحمر حاضر الكاب هاكا بعد شوية ناخذ ونشوفوا شكون باش يربح كيما كل عام هو راهو بين قوسين نعم انا اخر مرة فما كدويت انا جبت لكم شوكولاتة من عند جيف دو بروج اي وينهم اليوم اليوم انت يا اخي ديما انا اللي نهدي يا رب ديما بالفضايح لا ليميسيون هذايا مش الدي غابي هات الكادو هات شنو هو الكادو فمش بنخطف روحي نمشي لوحدي نمشي لمنزا 5 بس ياك احلى من زميلتنا غاديكا وتربح غاديكا باش تربح دي كوفري دونك اللي يسمعوا فينا تنجموا تمشيو جاريه 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 للجيف دو بروج في المنزا 5 وتلقاو بحذنا زميلتنا وحدكم غاديكا احلام وباش تختار شكون اللي باش تهدي له كوفري جيف دو بروج هذايا عاده تبارك الله كل عام هذايا ديما موجود الجو هذايا دونك تعرفوا امنا لا ما نعرفوش عاده نعرف انا نهدي لكم انتم ما تهديوليش فاتتك هذايا باش عندنا زيده عندنا شيف دالي بيان سور وعندنا ضيفنا الناس كل تحبوا جو بونس في اخر ساعه الناس كل تحبوا لعبت كل صديقي صديق الناس الكل هو بزهر كل الانفيتي كلهم معنا طلعوا من اصدقائي عامله كاستينغ بالذمه قول لي هذه سي انسين زمن ولي ممثله حتى انا
هاي تبدا علاش ليه دونك لانفيتي نتاعنا شنو نقول عليه تراخى لعبت تحاول بون هو مش باش يحب مي برك الله عنده القبول اي صحيح عنده القبول الى 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 بوكو دو كاريزم ليماج فنان خاطر ما عندوش كان الفن هذاك عنده فن اخر خشين فيه ياسر مش معروف برشا ولا عاش كان معروف برشا شنو نجم نقولوا ساليا بلوم متربي برشا اي متربي برشا اي ما يظهرش بالكل في وسائل الاعلام اي 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 ديسكري لي برشا ما يظهرش شنو اخر نجم نقولوا عليه ومثقف انا ديما مواضيع وحتى يعني بالحق سيت ان بون اكزومبل اي فانت تجيب في ممثلين مختلفين نوعا ما اللي بالحق تشوف انا اللي جابتهم كلهم من انا ما حكيتش عليها اللي باركور نتاعهم باهين انتريسون يعني مش هكا اللي كيما مخهم معبي وي عندهم مساج في حياتهم وعندهم مواقف باهين معناها ماهمش بعاد على ثقافه البوز و صحيح عندهم دي ستوري تيلينغ يعني عندهم يحكيوا عندهم صحيتك حوله يعيشك ميرسي يا عيشك يا ميرسي وسا متوش محلي العام شوفها هكا دونك فاصل نرجع معاكم في الماك دي كان نعطيو الكلمه لامنه بالجامعه اللي باش تعطينا افكار نجمو باش نعديو ريفيون محلي مع صغيرات في لو ماك دي ويكاند الحمد لله الحمد لله الفلسه مسكره والاوتيل مسكر الحمد لله انت اخي انسى خليل ويخلي الفلسه معاك الحمد لله خليل اوغوزمون اللي معنا خليل انا عندي شي ثقه على خاطر سكي سباس في لندن هوني ما اسمش رونتين داير نسلم على خليل نسلم على خليل قلت له يا اخي شبيك زينت يا خليل خليل احنا برشا خاطر الناس يسمعوا ويسمعوا بخليل وما يشوفوش لا يعرفوه دوبي لتون يعرفوه خليل هكا ولا معروف 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 حشمني حشمني معروف كله اي ميرسي ا توت ليكيب بيان سور اللي مرافقتني خلي جون بروفيت بربي ونقول ميرسي ا توت ليكيب اللي مرافقيني دوبي توا دي زاني نحكيو على سيزون 8 ونقول بيان سور جويز انيفيرسير وكل عام وهي حيه بالف خير تحتفل بعامها العاشر شكون هي فام كبرت 10 سنين بارك الله اي 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 مين دوريا مين دوريا 10 سنين بارك الله دونك كل عام ويا فام حياه بخير نتمنى نجاح حاول نتذكر انا والله 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 عملت لي كوستيم تاع اللونسمون تاع اللونسمون اون افي دي ديغيزمون نتذكر وقتها انا شو اسمه سيف ماكيافيلي le créateur on a collaboré مع بعضنا pour créer وقتها بالموتورات خرجوا عملوا une sorte de هكا d'animation من عم حبيب بورقيبه حتى للوكال هنايا وقتها نتذكروا بالكدا و دي جون ابيي اون ايبي عملنا دي بيرسوناج دو ان هوماج ا لا ميوزيك دونك اون ابيي دي جون دون بليزيور plusieurs styles ou plusieurs époques qui ont marqué la musique. خاطر وقتها كي بديت IFM بديت surtout بالموسيقى وتوا العباد يقولوا IFM c'était الموسيقى نتاع IFM. الموسيقى فوالا دونك نتذكرها بديت توا سا في 10 ans mon dieu. Exactement les 10 ans tu t'en compte ça lire effectivement donc مزيد من التوفيق ل IFM لي كوليغ نتاعي الكل وبيان سور وهذه فرصه خلينا نسلم على لي كوليغ اللي خدموا معانا الكل وتعرفنا عليهم وتبارك لا قداش اون كولابوري مع برشا عبد المحليام نعطيك الكلمه امنه بن جمعه ونعقدوا نحكيوا في جو الاحتفالات بيناتنا عسلامة خولة مرحبا بلي يسمعوا فينا الكل دونك اليوم بطبيعة آخر العام باش نحكيو كيفاش نجمو نحتفلوا بطريقة سهلة مع العائلة بلي نحبوا اللي يحب يحتفل بنوال اللي يحب يحتفل براس العام اللي يحب يحتفل بكونجي اللي يحب يحتفل بالحياة ما خاطر ما هو كواحد ويكاند قولون شي خاطر فما كالبوليميك نتاعنا ومش نتاعنا وتوا فاك الباج فيسبوك باش يدخلوا لي كلهم هذوكم مش مهم نتاع كل عبد يعمل شنو يحب في حياته أين الحاجة اللي نحبها الحق نويل ما يعني لي شيء كنويل نحب الجو نحب اللمه نحب الضحكه نحب عبدك اللي ديما يحس روحه باش يبدا عام جديد داك اللي فسخ اللي ما اللي مشى ويمشي من قدام دونك هي دونك علاش نحبوا نحتفلوا خاطر هي فرصه باش عبد يضحك برشا لكن هي زعما تكون فرصه باش نرتاحوا ونحب نحيي برشا نساء اللي مساكن يشقاو ويتعبوا باش يحضروا سهره العام نقول لهم بالله لا تشقاو لا تتعبوا جوستمون عام سنه بدلوا الواحد بدلوا الديسكو ما يسالش اعملوا جو اما ارتاحوا مش
تقعدوا مصبح لي نتوما في الكوجينه باش تقول لك شنو نعشيهم من هاتوا نلقى لك الحلول ميرسي وراهو مثالش كان مال هي تسمع فيا مثالش كان ما عملت شيء نهار 31 تنجم مثالش ما تصالح مع روحك وتقرر انك نهار 31 ترقد كي العاده وتحتفل ولا تعمل جو نهار سبت ولا ما تحتفلش جمله معناها ما لازمش نعمل كل خير كل عبد تعمل شي يحب يعني تحب ما تكونش اوبليغاسيون ما تكونش حاجه بالسيف عليك تحب تعمل اعمل ما تحبش ما تعمل ما انا عندي 4 سنين التالي ووقتها ما زلت نفس انا ولدت نهار 20 معناها هذولي طلعت رقدت مع التسعة فرحانة اللي باش نرقد ساعتين ما حسيتش روحي متقلقة معناها ما يلزمش عبد يعمل روحه أكلي باش يحتفل خاطر يلزم تحب تحتفل تحب ما تحبش وكان مثلا راجلك مش جو خليه يمشي يرقد وانت عمل جوك مع صغارك مع صحابك مع اللي تحب وكان صغاركم زاد هنا راهي الغلطه اللي باش نعملوها اللي تحضر روحك للسهريه تاع راس العام وتحسبهمش هما تحضر كل شيء وتقول هما هاكا غادي يلعبوا ما خمم فيهم وشاركهم بجوستمون يكونوا هما مشاركين في الحكايه على خاطر الصغير كان ما تشاركوش في الاخر باش يقلق باش يفدك دونك هي الفكره كيفاش نعملوا كي عندنا صغار خاطر بون فما شكون يهز البول امه يهز حماته لكن اللي ما عنده شكون يهز يسالش كان هما يبداو موجودين عضو من الاحتفالات حتى كان انت ماذا بيك انا عملت جو اخر وكيفاش الصغار باش ما يقلقوكش برشا ويبداو حاضرين تحضرهم تقول لهم راهو توا احنا هو نهار الجمعه الجاي راس العام باش نحضروا حفله ولا باش نعملوا جو ويشاركوا معاك في التحضير ديجا عندك جمعه هو سلاعه عندهم برشا حاجات باش يعملوها ومن يكون هما تعطيهم مثلا ديتاش بيام خصيص باش يعملوهم مثلا تعطيهم بريكولاج كولوريا جبت هذه يعني جبتها لي بنتي اللي هي بنتي الصغرون عملوها في الروضه اللي هي حكايه تجم تعملها في الدار معناها سابان قبل الوراق سابان وهكا يلونوه هذا يقول لك نص نهار تحضير وهي معناها ما تشوفوهاش هكا في طاوله كي تنحي هذه الفازه الحمراء تنجم تزين بها طاوله في الغيفيون ولا تعملهم طاوله متاع الصغار تحط عليها ناب حتى حتى اون بلاستيك حمراء وتحط هذوما اللي عملوهم هما يبداو فرحانين كل واحد عليها اسمه تنجم تبدا تعطيهم يحضروا دي كارت فكره مثلا جيل صغارك وحتى راجلك واللي معاك تقول لهم كل واحد باش يكتب اون كارت كارتا للعبيد اللي باش يصيروا معنا الكل باش يحط له فيها الحاجات اللي هو يحبهم فيها حلوه هذه الفازه محليك يا صالح قدكش سامباتيك وقدكش تفرهد وقدكش كيبدا عبد يحس روحه سافا با كي يشوفك انت يجيه الانشراح مثلا نقول لك خوله انت محليك انا عديت معاك عام باهي وغراس ا توا جي ديكوفير سيت ايميسيون وعملت كرونيك في جو اخر كنت في سياسه مشيت لعالم اخر وهذا بدل لي حياتي نكتبه لك في ورقه كي تقرا انت 4 اوراق نتاع عائلتك ياسر تفرح والعبد اللي يكتب كي خمم مثلا حاجه نجم حتى صغير يبدا يفيد من بوه وامه قرايه دروس كي يكتب يتفكر اللي هو فينا المو هذاك الكل خاطر هو يحبه دونك حاجه اكزرسيس باهي اذا تعملوه لبعضكم حتى كان ماشيين عند صحابكم ولا حاجه قولوا لهم كل حد راهو باش يكتب كارته للعباد الموجودين فما شكون يشريو هدايا مش مهم هدايا تكون كبيره معناها انا مثلا صغار خذوا لهم الطربوشه والزمامر هذوك اللي كسروا الراس وشويه هذوما كلي غيرنوند مي هما يعملوا بهم جو دونك ديكو يفرحوا يلقاو هكا برشا كادويت صغار تنجم تبدا تاخذ لهم كادويت كبار معناها كل قدير وقدروا تنجم تاخذ كتب وتحضروا من توا تسمعوا فيا تخموا شنو باش تحضروا منو والطاوله كيفاش باش تزينوها باه دونك فما اون ديغي فما كونت ا روبور من توا الفكره هي نهار الجمعه لازمك تعمل حتى شيء لازمك تحضر كل شيء باش نهار الجمعه تقوم عندك زيرو ستريس زيرو حاجات باش تعملهم زيرو كوجينه زيرو تنظيف نهار الجمعه هو نهار جوست تقعد انت زين اي ما تتعبش يعني في نهار تاكل تريحه كيما نقولوا تريحه كان لازمها تريحه حضرها من قبل في الجمعه يجي نص الليل كما يجيك النوم ما عادش نجم اما نهار نهار الجمعه ماذا بيك تقوم مرتاحه وجوك باهي وانت نظيفه وريحتك مزيانه وكل شيء دونك نهار الجمعه ما يلزمش الكوجينه تقعد فيها اكثر من ساعه هذا لو برانسيب دونك هي باش تعمل هذا الكل لازم كل شيء تحضر من قبل قلت لي انت منو شنو باش يحضر كان ما تحبش تتعب برشا معون برشا وسخ برشا وسخ جوستمون مش حاجه مرقه فيها مرقه مش حاجه فيها خبز ومش مقرونه اللي تقعد تصمت في اخر وقت دونك الحاجات اللي نشوف في الفور غراتا شيف عبوده كل ديما يعطينا في دي قصه دو غراتا الدجاجه كني باهيه وكني مفوحه بالقديه ولا دجاجه محشيه تحضرها من نهار الاربعاء تحضرها وتحطها في الفريجيدير طقس بارد تخرجها تحطها طول في الفور زيت زيرو تحضير لازانيا بون تعب اكثر من كيف كيف نجم تحضرها حتى راهو في الويكاند انا باش نحضر لازانيا في الويكاند تحطها على روحها ما يجرى لها حتى شيء اللي تاخت الكل كيف كيف يقعدوا لاباس عليهم السالي فما طاجين مقرونه اللي هو بنين والصغار ينجموا ياكلوه وهكا تحط فيه برشا اللي تحبها طاجين مقرونه امنه
انا بناتي يموتوا على طاجين المكرونه كانوا مشخشخ وفيه دجاج وفيه جبن والصغار كل واحد ياخذ طاجين ليه نعرفوا ما زليموش نتاع لما وغفيون لا لا كل شيء في مخك ما فماش حاجه نتاع لما ولا مش لما بون بيان سور ما حكيتش انا الكروفيت والحوت واخواته على خاطر خليهم جبده ليا دوك ليه ولا ما خاطر مصروف برشا فلوس ودو يلزمها فرشكي دونك يلزموا في نهار تونتي نهار الغفيون داخله في الكوجينه حوت وكروفيت ما الحق والسلطه فما سلطة الخس نهار الخميس تغسل الخس نتاعك تنشفه بالقدا تغسل هذاك البسباس وكل شيء وتحضر صوص فينيغريت وتسكرها وتحطها في الجدار كي يجيو الضيوف تخرج الصحفه وتخرج الفينيغريت فريمون معناها نهار ياسر محلاه تحضر جو السهريه اوسي على بكري الحجامة ماكسيموم نهار الخميس ما ننصحكمش بالحجامة نهار الجمعة تزين الدار مع صغارك تزين روحك هذوما مثلا تعلقهم في الحيط تعلقهم في السقف تحط على الطاولة إلى آخره الدار نظيفة كيف كيف من نهار الخميس وتختار كان باش تحطوا موسيقى تختاروها وكان عندكم فيلم باش تفرجوا فيه كيف كيف مش في آخر وقت مخيبها كي تبدأ وقتها وانت تلوش فك الأفلام ما عادش تلقى حتى شيء نهار الجمعة جوست تخمل شوية الدار تحط شوية تريق للطاولة وتقعد ترتاح باه شنو باش تعمل في السهرية راهو السهرية تنجم تعمل سواغي بيجامة كان عندك شويه فلوس العز انك تمشي تشري بيجاما جديده للناس الكل كيف كيف تبداو كلكم لابسين بيجاما والصغار ياسر الشيخ وانت تبدا متفرهده مرتاحه بيجامات كيما تنجم تعمل جو اخر تقول لهم اليوم باش نبدلوا ونزينوا تلبس الصغيرات حوايج هكا زعما سهريه تلبس كيما انا روبا هكا زعما عاطيه على الفلور شويه مكياج وتعملوا سهريه زعما عاملينها قيمه وقدر وكيما تنجم تستدعوا عباد كيما وحدكم وكيف كيف العباد اللي بالصداع تقول راهو هو هذا شهيداش عندي تحب تجيب حاجه جيب ما تحبش ما تجيبش هذا المنيو نتاعي دونك الافكار تجا خموا في الحاجه مهمه الكوان فوتو البلاصه اللي توا ياسر الدنيا وتصور توا دونك اعمل بلاصه في دارك هكا كان عندك شويه كان ما نعملوش تصور رانا اون اكزيست با ما عشناش وما شفناش وما ريناش سورتو صغارك مش من نهار اخر خاطر كي بشيك بيقول لك انت ما عمرك ما عملت لي وسهرتني وخرجتني دونك اعملوا بلاصه اللي باش تزينوها برشا هذيك خليوها للتصاور كيما قلت لكم تختاروا لو تيم دا سواري فما فكره ياسر عجبتني اللي هما يسميوها لي زوسكار اللي مع بعضكم تقروا مع صحابكم ولا مع صغاركم تختاروا كل واحد يخمم ويكتب في العام نتاعو شنو هو اكثر ما اكثر مره ضحك فيها شنو هو اكثر نكته شنو هو احسن سوفنير عنده شنو هو اكثر نهار كان فرحان فيه والراجل كل واحد يعطي شنو هو احسن سوفنير عنده شنو هو الحاجه اللي في اكثر حاجه في العام نتاعو فخور بها ولا انت فخوره بها اكثر خرجه عمل فيها جو ولا عملت فيها جو كل واحد من العائله يكتبها وبعديك تقراوها وبعديك تفوتي والاحسن اوسكار نتاع احسن حكايه نتاع خاطر عبد ريتك في اخر العام كيما ينجم عبد يتفكر حاجات الخايبه نتاع عامه كيما عبد ينجم يركز في الباهي كي تركز في الباهي وتقعد معناها فريمون كونسونتري تلقى فيك اللي فينالمون فما حاجات باهيين معناها دونك هذه مع العائله راهي ياسر ياسر تضحكوا ياسر تعملوا جو فما فكره اخرى يسميوها لو بو اسوي تاخذوا حكه وكل واحد يكتب فيها حاجه يتمنيها للعام الجديد وبعديك الحكه تتسكر وتتخبى مع لو تريك دو ديكو نتاع العام السنه عام جاي تحلوا الحكه وتشوفوا شنو الحاجه عندكم الوقت مثلا كان تحلوا جوجل فوتو كان تحطوا تصاوركم غاديك تنجم تعملوا فيديو فيها لو بيلون دو العام يخرج لكم تصاور العام الكل اون فامي وديكو تتفكروا تفكروا لعامكم وكان في اللعب كان تحبوا فما لعبه دايغ لعبتها انا مع عبيد كبار ديغنيغمون نتاع طلع تربح عرفتك اللي مثلا تعطيه كلمات مثلا واحد يسوق في كهرباء صغير لازم يفسر لك كيفاش واحد يسوق في كهرباء واللي طلع الاولاني هو اللي يربح بون تنجموا تشتحوا زاده وتنجموا زاده كيف كيف تعملوا لعبه الاغنيه اللي تحطوا اغنيه في التلفزه وبعديك تعملوا بوز وشكون ينجم يكمل الاغنيه كامله ما هي افكار بسيطه جدا افكار بسيطه وحلوه وربي اللي عندهم اولاد صغار راهو مش مجبورين باش تستناو نص الليل راهو تنجموا تقولوا لهم تقروا في مخكم من العشرة متاع الليل هاي نص الليل قبل العشرة تقول لهم سيي جي عشرة تسعة اكهو وي بونا نيم ما كدو اي نحبك اي امشي ارقدوا نجموا تعملوها مع الصغار خاطر هما ما يفهموش برشا الوقت نجموا تربحوا عنها جمعتين ساعتين نوم سالح قولك سيي جي العربية اب تعلم لا حتى هما باش يجيهم انه من غدوك الصباح يقوموا كحدهم اللي ما قعدوش نص الليل عملهم نص الليل مع العشره فكره
فكرة بوركوا با. محليهم الأفكار إمنا على خاطر بعدنا شوية على التليفون خاطرنا نعرف مولينا العادي وسهريتنا وإحنا اللي هذا بتليفون وإنستغرام ستوريات دونك عمل دي زاكتيفيتي اللي هو كونتخيغ العائلة والأصحاب يقربوا لبعضهم ويركزوا سيختو في البوزيتيف وتصور هاكا عندكم بلاصة متاع تصور تعملوا مرة تتلموا وتصوروا 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 وبعديك تقعدوا مع بعضكم والحق محليها راهو صغار يشيخوا أنتم بيتكم تحسوا رويحكم اللي عملتوا جو صحيح صحيح ميرسي بوكو إمنا بن جمعة بيان سور هذا الكل لازموا شوية شوكولاتة بيان سور بيان سور شوية شوكولاتة وخلنا نتعدوا ديريكتومون لمانزا 5 ونمشيو لجيف دو بروج جيف دو بروج ناتوريلمون شوكولا بونجور أحلام أحلام جلاسي بونجور صباح النور يا أحلام تسمع فينا أحلام عارفة الحانوت هذيك أحلام صباح الخير احنا نسمعوا فيك اسكو أنت تسمع فينا أحلام نسمعوا فيك أحلام دونك تعرف تعرف البوتيك هذيك امنا فات نعرفها ونتبع فيهم في الانستغرام عندهم اون اوفر دو شوكولا نتاع هذه البيريود هذه مصاب احلام تجيب لنا منهم شويه ادخل على انستغرام جيب دو بروش تونيزي وشوفوا الشوكولاته والبنة اللي في منها شوكولاته نتاعهم تحطها على طاوله سي بون زي انت الطاوله نتاعك تري بيان دونك اليوم عندنا ان كادو اوفرير اللي هو بونجور احلام صباح الخير يا احلام بونجور صافي انا نسمع فيك بالكدي بالكدي كنا نسمع فيك في الاستوديو عسلامة احلام صحيح صافا وانت والله يا كيما تسمع صوتي مقرفه شويه كيما تعرف الطاقه تتبدل لهنا الصوره اما كل شيء يحسن حاله زعما شيء يحسن حاله نجيو نشوفوا لهنايا في المنزل نجيو نشيو شويه شوكولا من جيت دو بروج كيما تعرفوا كل عام احنا عندنا موعد من العام دونك نجيو نفرحوا شويه العبيد نعطيوهم دي شوكولا دي كادو كيما تعرفوا مانيش اليوم باش نعرف بالماركة جيف دو بروج ظهر لي هكا ولا دي بار بركة يستنوا فيك جماعة أحلام ايه حسنا وحسنا عمليش تعدى الراديو على خاطر سيء كليتها هنا وزوم عليه كليتها هنا وصول صحة وصبري البرد صبري قاعد يهضم خلق شوية قهوة صحة بشفي صحة ما شاء الله كما تعرف من بلجيكيا وكذيب نتصور عندكم الحق ايه باش نربحوا توا شوكولاتة ولا كوفخي كوفخي شوكولا ولا باش نربحوا بالزوم دونك كيما تعرف هنا كي نجي ما ربحش حاجه بركه لازم نربحوا حاجتين نحاولوا نعملوا دوره لهنا ثم مدام مغادي ما نخلقوهاش قالت كي عندك شركه زاده قولها مدام اللي تعدى في التلفزه راهي تلفزه وراديو زاده عرفنا نو؟ يفهم بيان سور نسمع من قبيلة نسمع فيكم تحكي ان فيت دوسكي توجور ليميسيون دايوغ نقولكم عسلامة 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 خاولة عسلامة 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 مرحبا هي اللي راهي جبتونا على بون هومور شنحكي لكم صافا شنحكي لك انت مدام الحمد لله لاباس احكي لنا اليوم جيت في جيت دو بروج كوم دابيتود بوغ اسي دي شوكولا كوم كادو اي معناها راس العام كل عمونا بي احسن كادوات كون دي شوكولا دو جيت دو بروج خاطر سيت ماك تخي تخي كونو و الي على اوتر اي اون ايسيدي لا جيت دو بروج وي ما شاء الله كل الكادو تكون جيت الكادو ماشي للعائلة الأمي والبويا أكيد الأمي والبويا والبحيث أفراد العائلة والأمنة والأمنة كاو أمنة الكادو كذيك حتى شنو باش نوريكم توا لسعيد الحظ نتاعنا نادية بالنسبة اليوم عشان فوالا دونك اليوم في بالهاش اللي هي باش تربح اليوم لو كادو دونك يساجي دون كوب ايطوال بورسلين دونك الكوب هذايا تنجم بعد حتى كي توفى شوكولاتة تقعد تعملوها اون ديكوراسيون تحطوها على الطاولة نتاع الصالون تحطوها على البيرو نتاعكم والا تنجموا زادة تستعملوها كفيت بوش مبروك عليك نادية الكادو نتاعك الكوفخي نتاعك ميرسي بوكو عايشك لما فرحانة نادية صحة يا نادية كل عام انت كل عام انت حية بخير يا نادية ربي فضلك العبيد اللي تحبهم تحب تعمل ديديكاس نادية
Oui, nous faisons un dédicace les mes parents et tous mes amis qui étaient pas de l'ouvrir. كل عام وانت حيه بألف خير يا نيديا. يعيشك يا نيديا. لو بقيت تبقى معنا شويه بركه معاكم اي الوريث وما قدرتش مزيان الكادو بالنسبه لنيديا اي قعدتوا شوفوا ونحاول نحيوا الياس اللي شفناه توا في الاكران بس تري جولي صح يا نيديا C'est une cliente fidèle, ça se voit. Une cliente fidèle. Du coup, je laisse ma quelque cadeau. À tenir droit, Anna. Merci. صحة يا نيديا والله صافي بليزير يعني تي كليانت فيدل دونك تستحق كل خير صحة وبالشفاء ليك والانتوراج نتاعك الكل عايشة على حلم زيدا اي باش نقسمها قلتلها خمسة خمسة لازم كبيرة لازم ميرسي يا حلم يا عايشك باي باي وان شاء الله لاباس سهسوا دونك احنا مازلنا معاكم حتى كشي نص صح صح عليا جيف دو بروج ناتوريلمون شوكولا دونك هذا كان الكادو نتاعنا اليوم الكادو نتاعنا مازال متواصل غدوه مع عليكم كي تسمعوني اون ديبي ديميسيون نقول لكم وين باش يكون الكادو خاطر كل مره في بلاصه دونك وكيل عاده مع جيف دو بروج نمشيو نحكيو في موضوع اخر اللي ما نصدقش شبيك ديجيتال 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 حبوا جست شبيك حسيتك ريقت كان ريقت كان ريقت وقام حبيت الكاميرا تتعدى هكا ديريكتومون صح النوم سليم فما حد يرقد اهو يسمع حكيت شكلات ترقد اي تلمش تشها وكل ما متعاطفه معاك صالح خاطر يخدم برشا مسكين وجاي اي صالح يخدم وبيان سور باش نشوفوا الريزلتا هذايا في رمضان ان شاء الله كيما شيخنا عمناوي باش باش نشيخو سنة زادة بالله صالحة اي ولا ولي كرياسيون بتاعك زادة الوغ نحكيو على لا موفيز الين ريحة الفم الخايبة وعلاقتها بالمعدة صحتك بالدنيا مرحبا دكتورة هيفا بالرمضان انت اخصائية في امراض الجهاز الهضمي برشا عباد عندهم مشاكل متاع موفيز الين دونك ريحة خايبة في الفم يا ديما ولا ساعات بتتخ تجي هكا دو تان زان تان دونك علاقتها بالمعدة اسونسيلمون اساسا دونك شنو نجمو نقولو دكتوره بون ديجا حبيت نشكرك على اختيار الموضوع خاطر سي ان سوجي ولا مشكله اللي تهم برشا عباد معناها نجم نقولو بصفه عامه اللي فما عبد على اربع ينجم يكون يعاني من مشكله هذه ريحه الفم الكريهه ولا لا موفيز الين وكما قلت انت فما عبيد ينجم يكونوا دو فاسون ترانزيتوار معناها بصفه وقتيه هذيك معناتها نعطيو الحلول نتاعها اما سورتو احنا باش نحكيو على العبيد اللي عندهم بصفه مستمره هي شنو اسباب نتاع هذه ريحه الفم الخايبه وفي فما اول سبب بيان سور هو فما لا موفيز ايجين بوكو دونتير معناها كي يبدا واحد عنده مشاكل في السنين فما سوس ولا ابسي دونتير ولا محك السنين ولا محك السنين بالكدا هذوما مشكله معناها اللي سهله نجمو معناها نحلوها في ساعه معناها نذكروا العبيد اللي لازم ديما وحده تلهب سنين خاطر السنين مهمين مهمين في كل شيء معناها مره في يعني ما عندوش مشكله مره في العام يمشي يشوف الدونتيست نتاعو اي ما لازم تفقدوا سنين نفقدوا لي كاري ونحاولوا ديما نصحوا على السنين ثم زاد مشاكل اخرين نتاع السينوزيت مشاكل نتاع دي بروبليم او ار ال زاد كيف هكا ساعات لي برونشيت ثم ساعات انواع نتاع دوي نجم يعطيو ولا لا موفيز الين مي هذوما يعطيو دو فاسون ترانزيتوار فهمت هذوما نجمو معناها كي نداويوهم نتعداو وفما زاد دي زاليمون معناها فما ماكلات اللي تصابونا في لا موفيز الين اللي هما شنو فما عندك الثوم البصل
وعندك زيادة حاجات أخرين اللي هما القهوة والدخان ولا الكل. يعني دونك بالنسبة لهذوما دونك شنو اللي نعملوا؟ يعني كي ناكلوا حاجة فيها برشا ثوم ولا برشا بصل دونك يلزم واحد يشل الفم من بعد ويحك سنيه جوست بعد ما ياكل، خاطر هذوكم سي ديزاليمون اللي يعطيو ريحة قوية في الفم. كيف كيف زيادة كي نشربوا قهوة، معناها بعد القهوة أما واحد يشل الفم، ولا كيف بعد الدخان واحد يحاول يخذي مع أن شوين قوم ولا يمضمض فمه. دونك هذوما الحاجات اللي نجم واحد يتعرضهم بصفة وقتية واللي نجموا نتفاديهم. دونك هذية بصفة عامة. وهو المشكلة الأخرى كما قلت أنت، العبيد اللي عندهم لا موفيز زالين ولا ريحة خايبة بصفة معناها مستمرة، هذية معناها في أغلب الأحيان برش عبيد ما يعرفوش، ما تكون مشكلة من المعدة جاية. وفهم حتى عبيد يمشي يعديو شيء ما يلقاوش حل، يعني تقعد تكر معاش، يعني فما عبيد يعيشوا بريحة الفم الخايبة. لا هو ديما ما فهميش، معناها واحد ما فهميش حل، معناها ديما فما حل يعني داكوردو فهمت، ما فهميش واحد هكيكا تولد ريحة فم خايبة ولا مشكلة في الكرش في المعدة. فما واحد يبدأ إلي disposé mais allez je te crois de l'oreille khat il prend pas les mesures nécessaires حتى مثلا كي يمشي عادي ينجم يمشي عادي ياخذ معناها دواء وقتها، اما فما حاجات يلزم تقعد تعملهم على طول باش الحكايه هذه تتنحى لك. دونك هو شنو الاسباب نتاع المعده اللي تنجم تكون متسبب في ريحه الفم الخايبه؟ عندك الجير على خاطر الاسيد هذاك كي يطلع، معناها الاسيد كو سوا الاسيد ولا المرار زيد اللي يجي من المراره، هذوكم اي نو سون با سونسي يطلعوا فهمت. دونك الاسيد كي يتخلط باللي سيكريسيون ساليفير معناها باللعاب نتاعنا بالبزيق يولي يعطي ريحه خايبه. دونك هذي يلزمنا نوليو نمشيو لطبيب المعده نتاعنا باش نعالجوا مشكله. تنجم حتى ما تفيقش بروحك اللي انت عندك جير، ما تحسوش جير دو فاسون كلاسيك، وهو يكون سبب في الريحه الخايبه نتاع الفم. وفما زيد الالتهاب نتاع المعده ناتج على هذيك الهيليكوبكتير بيلوري اللي حكينا فيه زيد هوني بحذيك خوله، اللي هي البكتيريا الحلزونيه اللي تعطي زيد القرح نتاع المعده وتعطي الالتهابات. هذوما زيد ينجم البكتيري هذيك تعطي افراز زيت وتعطي ريحه خايبه في الفم. معناها كي نداويو البكتيري نتاع المعده وقتها نجمو نتحسنوا، معناها باش معناها نقصوا في الريحه الخايبه نتاع الفم. وبخليف معناها العلاج معناها هذي كل فما نصائح اخرى، معناها لازم مثلا كيما العبيد اللي عندهم الجير فما ايجين دو في، معناها كيفاش ياكلوا، معناها ليجين دو في هذيك سي اون ايجين اللي لازمها، معناها ولا النصائح نتاع العادات الغذائيه تتعمل ديما، معناها مش نعملوهم مثلا كي نمشيو للطبيب يقول لك عملهم بوندون ولا مده شهر ولا حاجه بعد قص عليهم، كي باش تقص عليهم ولا باش ترجع تبلبز في الماكله فورسيمون باش ترجع لك ريحه، معناها الريحه الخايبه هذيا. ونجموا زيدا فما نصائح اخرين نجموا نعطيهم، خاطر العبيد اللي عندهم زيدا الريحه الخايبه نتاع الفم يبدا عندهم شويه شيح في الفم. دونك ديما يلزم واحد يحاول يشرب الماء بزيت، معناها يلسيدغات، معناها قد ما يشرب الماء قد ما خير. نجموا زيدا نعاونوا بشوين غوم سون سكر، نمضغوا خاطر كي تمضغ تولي فما البزيخ، معناها فما افرازات نتاع لعاب ولا برودكسيون دو ساليف، هذيك سا ايدغات الفم يولي تنقص علينا الريحه هذيك. زيدا يلزمنا نبعدوا على الماكلات اللي معناها هكا تو سكي غرا الحاجات الدسمة يعملوا ريحه خايبه. اي معناها هذوما مش يعملوا ريحه الخايبه في الفم، مي الهضم نتاعهم صعيب، والعبيد اللي عندهم مشكله نتاع هضم وعندهم مشاكل في الفلور بكتيريين نتاعهم ودي بروبليم دو ديجيستيون. يعني فما عبيد يقول لك عندي حتى التقريعة الخايبه ولا ريحه الفم الخايبه، خاطر هذوكم ياكلوا ماكلات اللي الهضم نتاعهم يكون صعيب كيما لي برودوي رافيني، معناها السكريات الحاجات اللي فيهم لي فارين بلانش وكي لي برودوي اندستريال، معناها الماكله الحاضره، معناها ما ياكلوش الماكله الماكله الصحيه، معناها اللي تبدا فيها خضره واللحم، معناها حاجات اللي مستنسين ناكلوهم ماكلتنا الكلاسيكيه والتوسكي غرا. اي جوست فاصل صغير ونرجع نحكي معاك دكتور. لو ماك دو ويكاند. مرحبا بكم جديد في لو ماك دو ويكاند، قاعدين نحكيو على دور المعده في ريحه الفم الخايبه. معك انت دكتوره برمضان، اخصائيه في الامراض الجهاز الهضمي. دونك نكملوا نحكيو دونك على الاسباب ونصائح باش نتجنبوا الريحه هي.
بون كيما كنت نحكي قبل الفاصل دونك لازمنا سورتو نحسنوا في ماكلتنا معناها نحاولوا نبعدوا كيما قلت لك على توسكي حاجات دهنيات الحاجات اللي فيهم زيد برشا السكريات نبعدوا على كيما قلت نقصوا في شربين القهوه نقصوا في التدخين اللي هو باش ينفعنا على المستويات الكل كيف وحتى معناها كي نشرب كيما قلنا كي نشرب القهوه ولا واحد يشرب هكا المشروبات الكحوليه والحاجه ديما كيف كيف زيد من بعد يحاول يمضمض فمه ولا يحك سنيه بعد الحكايه هذوما تما زيد حاجات اخرين طبيعيه نجموا نعملوهم نجم واحد يمضغ شويه معدنوس معدنوس ني هكاكا سا نوتراليز لو جو دايوغ الشرقيين هما عندهم يسر في الماكله نتاعهم كي يحطوا ديما يحطوا معدنوس ني حاضر مع هكا مع المشاوي هذيك كي تاكلوا من بعد ينحي لك معناها نوتراليز ريحه الريحه الخايبه نتاع نتاع الفم وفما زاده عود القرنفل والقرفه تنجم زاده تمضغهم كيما شوينغوم فهمت تمضغهم هذوكم عندهم ان رول انتيسيبتيك معناها ينظفوا الفم ودايوغ حتى لي دونتيست يستعملوهم عود القرنفل وديما واحد معناها كيبدا عنده الحكايه هذيا يحاول قلت لك ديما الهيدرات الماء شوينغوم سون سكر معناها ينجم معناها كيف كيف زاد يمضغ باش يعاون الافرازات نتاع الساليف وهذوما قلت لك عود القرنفل والا زاد القرفه اللي يمضخها والمعدنوس زاد سي ماجيك معناها فهمت كي تاخذوا وبيان سور هذوما للعبيد اللي عندهم ما عندهمش مشاكل مي سورتو راهو ديما كيبدا عندك مشكله نتاع موفيز الين دو فاسون كرونيك لازم واحد يمشي يعدي حتى تنجم تكون ساعات نفيقوا بمشاكل زاده في الكبده ونجم يكون واحد عنده مثلا لا سيروز دو فوا معناها التليف الكبدي هو مش فايق بروحه تنجم تكون عنده مشاكل نتاع كليوي زاده تنجم تكون زاده مرضى نتاع السكر زاده ينجم يكون عندهم ريحه خايبه في الفم كيبدا السكر مش مريقل معناها نجم يكون راهو بخليف معناها مشاكل المعده عارض نتاع امراض اخرى دونك هذيك علاش ما يلزمش نقعدوا ديما معناها نحاولوا بالوسائل ولا النصائح اللي عطيتهم مي ديما لازم واحد يرجع لطبيبه ويخمم معناها اللي يلزمو يتلهي بصحته معناها خاطر صحتنا نتلهيو بها كل يوم معناها كيفاش ناكلو وان ميم تو كي حتى كي نعملوا هذوما كل وما يمشيوش الحلول هذوما كل نمشيو نعديو خاطر فريمون ينجم يكون هذايا حل وتتنحنا المشكله هذايا بصفه كبيره خاطر ياسر تاثر على العلاقات الانسانيه تعمل مشاكل في الخدمه عندها تاثير نفسي معناها عندها ياسر امباكت بسيكولوجيك معناها دونك نتمنى الشفاء للناس الكل وان شاء الله ديما الناس كل لاباس وبصحه وان شاء الله عامكم مبروك ان شاء الله يعيشك الناس الكل يعيشك دكتوره دونك تقول لي فما حلول يعني اي عبد تو متقلق من ريحه الفم الخايبه دونك راهو فما دواء سيغتانمون فما سبب وفما حلول يعني ما تقولش هذيك هو هكاك ملي تولدت هكاك ولا دونك فوالا هذا هو السوجي نتاعنا اليوم ميرسي بوكو دكتوره شكرا. نذكر لي انت اخصائيه في امراض الجهاز الهضمي شكون حاب يقول حاجه عندكم سؤال ولا سي جوست لازم عبدي يفيق بروحه برشا عباد تبدا عندهم ريحه وما يفيقوش بروحهم هذيك سي جينوم معقول ما بيصير ان عبدي يبدا نجم عنده ريحه ما يعرفش مي هو ما يشمهش والعباد يقولوا له يعني هو نورمال العبد تحشم بيان سور تحشم هو راه حكيت بافيت زيد لا جوي ان تري غون رول اللي بعشت سا سامي يعني نقصت انا بار اكزومبل كوم عندي قبل برشا عبيد ما عادش نشمها برشا كنت تشمها قبل عبيد دونك بالبافيت اقل برشا اي مي سا نونبيش اللي لازم واحد يتلهي بروحه بيان سور في الحاصل لازم ميرسي بوكو دكتوره مازلنا معكم حتىك شي نص نهار صالح المالي باش يحكي لنا على اجواء الغيفيون لكن اللي يعرف صالح يعرف اللي هذا روبريك زاد قاره واللي كي يحكي على الغيفيون عنده ما يقول برشا في لي زافي شو اي اجواء مش رمضانيه الاجواء الاحتفاليه براس السنه دونك السنه صالح بعد شويه الشيف دالي والانفيتي نتاعنا اللي نستناو فيه زيد اليوم الانفيتي نتاعنا نقول على اسمه ولا خلي بعد نقول خلينا نزيد نقول دوبل اش اي سي فري دوبل اش فاصل اخترنا لكم اديل هلو ونواصلوا